لم يجد المواطن حمزة حسين محل الموظف المتقاعد في دائرة بلديات الخضر بمدينة السماوة غير الدموع التي امتلأت بها عيناه عندما أراد التحدث عن مأساته التي يعيشها بعد أن ضاع منه حتى الكلام لصعوبة ما يمر به من ظروف صحية واقتصادية. كل شيء ما أريد، أريد توصلون كلامي للحكومة بس. أنا رجال مواطن على باب الله، إذا انقطع الراتب ذولا شو أكلهم؟ منين أجيب لهم؟ الناس تصدق علي؟ وأنا خدمت الدولة 31 سنة، منين؟ يلا فهمني، وعندي شو مرتحم. شقيقة المواطن حمزة حسين محل أوضحت بالتفاصيل الأسباب التي تقف وراء معاناة شقيقها وعائلته مع إيقاف مصرف الرافدين في الرميثة لمعاملة تقاعده، الأمر الذي ترك العائلة بدون مصدر رزق يعتاشون عليه. أخوي موظف بدائرة بلديات الخضر إلى خدمة 31 سنة، كفل ابن خالة بسيارة وابن خالة شرد، وقام يسدد من سنة 18 لحد هاي السنة. هسه انحال على التقاعد ضمن قرار الدولة لأن عمره 61 سنة. تروجت معاملته مالت التقاعد، من تروجت توقفها بنك مصرف الرافدين مالت الرميثة. راجعنا عطونا دائرته، زودونا بكتاب وراجعنا المصرف، قال المصرف ما لكم كل حق إلى أن تدفعون المبلغ المتبقي. المبلغ المتبقي 7 ملايين. يعني هل معقولة الدولة تعجز أن تحول الأقساط على التقاعد؟ إحنا نقول الدولة إلها حق علينا، نعطيها حقوقها، ولو تعطينا بس 100 ألف من الراتب نعيش به. والله العظيم هاي صار لنا شهرين العالم تصدق علينا. قد تصل مناشدات هذه العائلة إلى أسماع الجهات الحكومية المعنية، ولكن الأهم من ذلك، هل ستلقى آذانا صاغية لديهم؟ وهل ستقوم تلك الجهات بإيجاد حل سريع يعيد لمواطن عراقي حقا من حقوقه التي نهبتها حكومات ما بعد الاحتلال منذ سنين؟